باش نحاول نقسموا يعني تقديم هذه المحاور الى ثلاث محاور اساسيه. المحور الاول هو وسائل العمل، المحور الثاني باش يهتم بالرصيد البشري، الرصيد يعني من الاعوان والضباط اللي يقوموا بالرقابه الديوانيه، ثم المحور الثالث هو التواجد الميداني والتنسيق مع المصالح الامنيه اللي هي تهتم كذلك بالرقابه على التراب الوطني. بالنسبه للمحور الاول تهتم الاداره العامه للديوانه في اطار الاطلاع بمهام الرقابه الديوانيه على الحدود البريه والبحريه والجويه بتوفير وسائل العمل الضروريه للمصالح اللي تتبعها وخاصه المتعاهده في مقاومه التهريب. وفي هذا المجال باش نعطيكم بعض الانجازات اللي تمت في خلال سنه 2013، وهي تم اقتناء عدد 84 سياره رباعيه الدفع تتلائم مع طبيعه الميدان الذي تتكاثر فيه مسالك التهريب خاصه بالشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب. وانطلقت الاداره العامه للديوان في توزيع هذه السيارات وحاليا يتم استبدالها. كذلك انطلقت الاداره العامه للديوان في سنه 2016 في استبدال تجهيزات الكترونيه تمكن من تعقب وحدات الشحن، وهي تجهيزات تعتمد تكنولوجيا بما يعرف بالتعقب عبر الاقمار الصناعيه GPS، دونك باش تخفف الرقابه الديوانيه على الرصيد البشري وتمكن الاجهزه الالكترونيه من الرقابه كامل اوقات الليل والنهار على كامل الشريط الحدودي. ثم زاد انجاز اخر هام جدا بالنسبه للاداره العامه للديوان هو اقتناء 4 حافرات بحريه من النوع معناها المتطور، والكبر نتاعها يمكنها من الدخول الى معناها اعماق البحر للقيام بعمليه مراقبه على كامل الشريط الساحلي. والفرق الحافرات البحريه هذه تزامنت مع بعض 4 فرق ديوانيه جديده بحريه في كل من طبقه وليبيا والمهديه وجيبس، وهذا يعزز التواجد الديواني على الشريط الساحلي. بالنسبه للمحور الثاني اللي هو الرصيد البشري واللي هو هام جدا في القيام بعمليه المراقبه الديوانيه، الرصيد البشري الديوان اعطاه اهميه كبيره ياسر. اولا من ناحيه توفير الرصيد البشري بالانتدابات لسد الشهور الموجود في مراكز العمل، وكذلك التكوين المستمر للرصيد البشري الحالي للضباط والاعوان الديوانه لمواكبه التطورات التكنولوجيه وكذلك التطورات الميدانيه على الميدان لمقاومه التهريب والغش. المحور الثالث وهذا المحور هذا يتم بالتنسيق مع مصالح الامن الداخلي وكذلك الجيش الوطني، هو تعزيز التواجد الميداني على الحدود البريه والبحريه لمقاومه التهريب ومقاومه الغش بصفه عامه. وخاصة التعزيز هذايا تم تكريسه في المنطقة العسكرية العازة على الشريط الحدودي الجنوبي الشرقي والجنوبي الغربي، واللي متواجد فيه الديوان والحرس الوطني والجيش الوطني. بالنسبة لبعض النتائج الرقابة الديوانية خلال سنة، باش نعمل مقارنة ما بين سنة 2012 وسنة 2013، في رأس جديد تم خلال شهر اكتوبر بواسطه جهاز كشف الاشعه ضبط سلاح نوع كلاشينكوف وعدد من الذخيره داخل شاحنه عند الدخول الى التراب التونسي. خلال شهر سبتمبر في جهه جيبس تمكنت مصالح الديوان من احباط عمليه تهريب ل 2118 قاروره مشروبات روحيه تفوق قيمتها 200,000 دينار. في جهه سفاكس كيف مصالح الديوان تمكنت من احباط عمليه تهريب بتاع 800 هاتف جوال قادم من القطر الليبي. في جهه فيسوس وصفاقس تم حجز 4600 تجهيزات الكترونيه مختلفه بقيمه 600,000 دينار. هذه قضيه نوعيه لو تذكروها هامه جدا بالنسبه للديوان، تسمى من القضايا الهامه. علاش؟ خاطر تسخر تواجد الديوانه في الشريط البحري، معناها في البحر. الفرقه البحريه تاع صفاقس تمكنت في ظروف جويه صعيبه من ضبط مركب صيد ايطالي يقوم بالصيد بالجمر في الشريط الساحلي التونسي في عمق 46 متر، وتمكنت من حجزه واصطحابه الى
ناسخ لاتخاذ الاجراءات القانونيه ضده. في جهه المسير زاد كشيف ثم حجز اللي معروفه جهه ولايه المسير بالنسيج بصناعه النسيج، تم حجز 39,000 متر من القماش ولوازم خياطه مهربه، تم حجزها قيمتها فوق 300,000 دينار. ثم في شهر اكتوبر تم بواسطه جهاز كشف الاشعه في ميناء عبد الواد الشمالي احباط عمليه هامه متمثله في 39,140 خرطوشه من السجائر، القيمه نتاعها فاقت 2 مليون دينار. وتم كشف شبكه مش كبيره، شبكه صغيره وفيها اطراف اجانب تتولى تهريب الماده هذه، الماده ولات معناها تمثل مشكل للاقتصاد، لانه جبايه المواد التبغ تمثل معناها مورد هام بالنسبه للميزانيه نتاع الدوله، وكي يكثر التهريب في هذه الماده نسجل نقص كبير بالنسبه لهذا المواد. لذلك الديوان قاعد بدا في مجهود كبير لمحاوله ايقاف مسافه التهريب